إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس. لا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. الكلام واضح هو على الشاشة. بصوا يا جماعة، هو بيتكلم هنا عن يهورام اللي هو برضو تقريبا اسمه يهو أحاز برضو. ماشي، يهورام ده يا جماعة هو ده أبو أخزية. يهورام ده أبو أخزية، الرب غضب عليه وقتله، قال لك وبعد هذا كله ضربه الرب في أمعائه بمرض ليس له شفاء. ما علينا، خد الشر وراح، مش موضوعنا. لكن الموضوعنا احنا بقى فين؟ بيقول بقى ان الرجل ده لما مات كان ابن 32 سنة حين ملك. مش لما مات، عفوا، كان الرجل ده لما مسك الحكم كان عنده 32 سنة. خلاص، كان ابن 32 سنة حين ملك، وملك 8 سنين. ثواني كده نجيب الصفحة اللي بعدها. وملك 8 سنين. يبقى الرجل ده يا جماعة وبعد كده ايه قال لك؟ ايه، والذهب غير مأسوف عليه. يبقى الرجل ده لما مات كان عنده كم سنة؟ 40. 32 و8 40 سنة، صح كده؟ 40. يا غير مأسوف عليه ده شيخ ابو عمر لغويا يعني راح في داهية يعني ولا ايه؟ بس هي كلمة صعبة حاجة زي كده. ما هو كان بقى كان مجرم بقى وكان عاصي وكده وظروفه مش تمام يعني. تمام؟ خد الشر وراح، خد الشر وراح يا عمر. المهم كسرنا وراء قلنا يلا كسرنا وراء زير كمان، ما علينا. المهم ان يهورام ده لما مات كان عنده كام؟ 40 سنة. الكلام ده يا جماعة مهم جدا، احفظوا الرقم ده. يهورام ابو اخزيا لما مات كان عنده 40 سنة. بصوا بقى بداية الاصحاح الثاني بيقول ايه؟ الاصحاح الثاني والعشرين بيقول ان سكان اورشليم ملكوا ابن اخزيا اللي هو الابن الاصغر عوضا عنه. يعني بعد ما ده مات مباشرة سكان أورشليم راحوا ملكوا ابنه أخزي على طول. تمام؟ يعني الرجل ده لما مات كان عنده 40 سنة وابنه مسك مكانه على طول. شوف أبو عمر هنا إيه بيقولك؟ الابن الأصغر يعني كان في دي أخوة أكبر منه. ده أصغر واحد و42 يعني. تقريبا على حسب ما أنا فاكر الأبناء التانيين برضو ماتوا تقريبا قبل أبوهم يعني. ماشي؟ المهم بيقول بقى أن أخزي، إحنا اتفقنا دلوقتي أن الأب عنده 40 سنة عشان هي دي الضربة بقى. الأب كان عنده 40 سنة لما مات. بصوا يا جماعة، كان أخزي ابن 42 سنة حين ملك. يعني الراجل مات عنده 40 سنة وابنه لما مسك الحكم بعديه كان عنده 42 سنة. يعني أخزي يوم ما مسك الحكم كان أكبر من أبوه بسنتين. دي أخطاء للسات كمان؟ دي تنفع تكون أخطاء؟ ما هي لحد هنا والأمور واضحة وصريحة، لكن علشان يطلع مترجمين الكتاب المقدس من المشكلة أو المأزق ده حرفوا وبدلوا الأرقام، فبدلوا عمر أخزيا من 42 سنة وخلوه 22 سنة. وتعالوا مع بعض نستعرض التراجم المختلفة اللي بتأكد الكلام ده، ونبدأ بترجمة الفان دايك. كان أخزيا ابن 42 سنة حين ملك، وملك سنة واحدة في أورشليم، واسم أمه عساليا بنت عمري. أما نص الترجمة الكاثوليكية فيقول: وكان أحزيا ابن 42 سنة حين ملك، وملك سنة واحدة في أورشليم، واسم أمه عساليا بنت عمري. أما الترجمة العربية المشتركة فيقول: وكان أخزيا ابن 20 سنة حين ملك، وملك سنة واحدة بأورشليم، وكان اسم أمه عساليا بنت عمري. وهنا تحريف واضح. أما نص ترجمة الحياة فبيقول: وكان أخزيا في 22 من عمره حين تولى الملك، ودام حكمه سنة واحدة في أورشليم، واسم أمه عساليا وهي بنت عمري ملك إسرائيل. تحريف واضح. وهنا بيظهر التخبط والتحريف بين التراجم المختلفة. ترجمة تقول إن عمره 42 سنة، وترجمة تانية تقول إن عمره 22 سنة، وترجمة تالتة تقول إن عمره 20 سنة. سؤالي هنا للنصارى: أي عمر من الأعمار دي هي الصحيحة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله
ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.